مع ارتفاع درجة حرارة أرضية الطرقات في مملكة البحرين بسبب حرارة الطقس في فصل الصيف، أكدت شعبة الفحص الفني بإدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور على ضرورة صيانة المركبة بشكل دوري من قبل السائقين لها، لهذا الأمر من دور كبير في تخفيض معدل الحوادث في هذه الفترة من السنة. التقرير التالي يبين لنا كافة الجوانب الفنية المتعلقة بسلامة المركبة. شددت شعبة الفحص الفني بالإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على أهمية فحص السائق للمركبة قبل الشروع في قيادتها، على اعتبار أن الفحص اليومي للمركبة يسهم في التعرف على المشاكل والأعطال فيها للعمل على إصلاحها أولا بأول، وخصوصا في فصل الصيف. طبعا المركبات هي من الأشياء اللي لازم الواحد يهتم فيها في فصل الصيف، لأنه ممكن تكثر فيها الأعطاب وتكثر فيها الخطورة في استعمالها. الأمور الفنية المتعلقة بسلامة المركبات لا تقتصر على الأجزاء الداخلية للمركبة، ولكن هناك قطع جوهرية يؤدي إهمالها إلى التسبب في حوادث مرورية قد توصف بالكارثية، أبرزها إطارات السيارات ذات الأنواع المتعددة والأعطاب المتفاوتة ومدى صلاحيتها للاستخدام. الإطارات شلون أنت تتأكد؟ أنت حين في الصيف ويمكن إحنا كلنا نشوف زادت الشوارع، تشوف اللي هو قطع من الإطارات محذفة، واحد يقول ليش هذه؟ نتأكد هل الإطار اللي إحنا قاعدين مركبينه حق سيارتنا ينفع حق جونا؟ تأكد أن إطارك ينفع حق الجو الحار، في مكتوب على الإطار temperature اللي هو درجة حرارة مالته اللي هو لازم يكون ايه حق دول مجلس التعاون والخليج والجو الحار، لازم ايه رغم اثنين. لا تروح وتقول ان الاطار مالي كشكل صاحي، لا، كل اطار له عمر افتراضي. عمر افتراضي احنا ما بقول لك خلى سنة او سنتين، لا، طالع اطار سيارتك مجرد ما تشوف في الجوانب مالته بدأت تشققات بسيطة، اعرف ان اطار سيارتك ذي خلاص انتهى عمره الافتراضي من ناحية المدة. تأمين سلامة مستخدمي الطريق من خلال التأكد من مدى توافر شروط الأمن والسلامة في جميع أنواع المركبات يعد أحد أهم عناصر السلامة المرورية.